نتيجة حقق بها أصحاب الأرض الأهم بحصد النقاط الثلاث والارتقاء إلى المركز الثاني رفقة الرجاء والوداد البيضاويين برصيد 20 نقطة. النتائج الحمد لله إيجابية، وخير دليل هو انتصار اليوم على فريق كبير، فريق اللي متوج يعني بجوج ديال الألقاب مهمة. ومن هذا المنبر كنقول بأن الفريق المغربي الفاسي فريق الوحيد اللي اليوم خلق لنا مشاكل. فريق المغرب الفاسي بتوب يعني البطل دائما اينما حل وارتحل تبقى الفرق مئه، وحنا عارفين بانه فريق المغرب التطواني ماشي فريق سهل. أولى محاولات البحث عن الهدف جاءت في حدود الدقيقة 27 بعد انفراد عبد العظيم خضروف بالحارس لترصفها بالعارضة بعد التسديد. دقيقتان بعد ذلك رد الفريق الضيف عن طريق اللاعب محمد علي بمعمر لكن دون جدوى. الدقيقة 32 كادت أن ترجح كفة المغرب التطواني مبكرا لولا قرار الحكم بعدم احتساب الهدف بداعي التسلل. بعد حوار المستودعات تحركت الآلة التطوانية لتثمر هدف التفوق مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 50. هدف لعبد العظيم خضروف بعد تمريرة زيد كاروشي. وكاد المغرب الفاسي تعديل الكفة في حدود الدقيقة 71 بهدف لموسى تيغانا، لكن الحكم قرر عدم احتسابه، الشيء الذي أجج احتجاجات رشيد توسي. واستمرت محاولات الفاسيين حتى آخر أنفاس اللقاء في الوقت بدل الضائع، لكن الحارس عزيز الكناني كان متألقا وأنقذ مرماه من هدف التعادل لتنتهي المباراة بألوان المغرب التطواني، ليضطر المغرب الفاسي العودة خالي الوفاض ويكتفي برصيد 12 نقطة في الصف 11. وكما تابعتم